Alors, المشاركة ديالي في إيراسموس بلوس كو سوا دون لو كادر دي بروجي ولا لا موبيليتي عاونتني باش نفتح على آفاق جديدة، نتعرف على ناس جداد، نفتح على الانترناسيونال اي فوالا، عاونتني بزاف باش نوصل لهادشي اللي وصلت له دابا. الوغ المشاركة ديالي ولا لي موبيليتي اللي شاركت فيهم اترافيغ إيراسموس خلاوني نتعرف على ناس جداد كي مون فاسيليتي. Je peux dire que Erasmus m'a facilité le contact avec de nouveaux partenaires, je me donne de nouveaux projets, je me donne de nouvelles opportunités et voilà. Alors, je me suis dit le student bootcamp مع إيراسموس بلس، تعرفت على ناس جداد من ثقافات مختلفة، بلدان مختلفة، تعلمت منهم بزاف الحاجات، وحتى أنا قدمت لهم الثقافة المغربية والمغرب، عرفت بالجامعة ديالي بالآفاق ديالها بالجامعة، وقدمت الجامعة المغربية. بالنسبة لي إيراسموس كتفتح آفاق كبيرة وكتعطي فرص للطلبة المغاربة باش يمشيو برا يكتشفوا ثقافات جديدة، يتعلموا حاجات جديدة اللي يقدروا ما يتعلموهاش هنايا، فوالا باش ينفتحوا على الخارج. نصيحتي للشباب هي طونك كاينين هاد لي زوبورتونيتي اللي كتوفرهم إيراسموس، استغلوهم، يقلبوا يسولوا ويستغلوا هاد الفرص هادو.